وبالنسبة للحالة التحكيمية راه تابعهم يعني راه معظم الرجاويين، فالملاحظ أن الحاكم ما عرفتش واش نقول سوء نية ولا هو عنده بغى هذاك الشيء، من كثرة أنه ما كي صفرش على الأخطاء، فهذا شكل واحد الضغط على اللاعبين، وزاد خلى أن بركان تزيد زعم على الرجاء. وهنا كنشوفوا أن الرجاء تعرضت للظلم التحكيمي، وي صح. ولكن رد الفعل ديال المكسب ربما أنا ما عجبني صراحة، ولا ما شفتش البالغ؟ ما شفتوش بالغ فيه ثلاثة سطورة وكأن شيئا لم يكن، بحال هذيك المجزرة ماشي الراجة هذه. فهو العالم داوي على التحكيم وعلى هذا الشيء، والرجاويين وبنادم واخا ربح بنادم بقى فيه الحال، علاش هاد الماتشات ديال بركان بوحدهم اللي كيوقع فيهم مشكل، ولينا كنتوقعوا هذا الشيء. وي البلاغ انا غادي نشوفه، ملي غنشوف البلاغ، ملي غنشوف البلاغ غادي يكون رد على المكتب المسير في حجم بلاغه ان شاء الله. شوف البالغ اقل ما يقال عنه انه راه مبالغ موال، واش انا كنت سنى بالغ كرجاوي انت كتقول لي حق راني صيفطت رساله شديده اللهجه الى اللجنه ديال التحكيم؟ انا بلاتي واحد القضيه ايوب، شاد السياسه هذه راه غاديه من عهد الزيات، راه ما عهد الزيات، واش عمرك شتي شي رساله ديال المكتب المسير مسينيها ادريسي على فيدراسيون فيها الكاشي دو ريسبسيون ديال لاكوزي دو ريسبسيون ديال الجامعه؟ عمرك شتيها؟ راه دائما كيصرحونا بديك بلاغ، راه حنا درنا، راه حنا راه سنا، راه كتبنا، راه شكينا، داكشي راه نفس السياسه غاديه، راه دابا بداها الزيات وكملها الاندلسي، ودابا راه هاد انيس راه هو غادي بنفس السياسه. شتي الا ما كانش بال، الا ما كانش رساله مكتومه وفيها كاشي دو ريسبسيون، حيت بحال الشكايات هاد النوعيه راه الناس اليوم كيحترموا التاريخ ديال الفرقه وكيحترموا راسهم هما نيت كمسيرين، راه كيشدها هو الرئيس بنفسه او كيعطيها مثلا لذاك المدير الاداري وتيقول ليه سير الله يحبك ديها الجامعه في الرباط ودير لك لاكوزي دو ريسبسيون وردها ليا وكنصورها وكنديرها للجمهور، هذا اللي كيحترم الجمهور. ملي كيتسنى غير الجمهور، كتعجبونا هذوك الشعارات ديال جمهورها سميتو هو اللي هازها، هذاك الشيء راه ما ينفعكمش. اتونسيون، راه إذا كنت تحترموا الجمهور بغيتوا الجمهور يبقى هازة، راه هي احترموه، عطيوه البلاغ الرسمي اللي صيفطته، وأنا غنشوف البلاغ وإن شاء الله سيكون رد عليكم باش تبقاو مخبيين اللون، لأن واحد القضية الرئيس راه غير الرئيس راه غير نجح، كرئيس، راه أول كلمة قال تحية للناصيري وتحية للقجع، هذيك راه ما ندوزوهاش لك، حنا شادينها مزيان وحا وسميتو ورادين معاها البال على ارض الواقع، فما تجيش تسرحنا حنا راك درنا بلاغ شديد اللهجه، ورينا الرساله اللي صيفطتي، الا ما بانتش من دابا لغدا، غدا ان شاء الله غندير لايف خاص ببلاغ الرجاء البيضاء وغيكون كلام ديك الساعه. تفضل خويا. واش كنا كنتسناو بلاغ يخرج في الليل؟ وقع مشكل الرجاء هذه ماشي اي نادي، الا ما كنتيش قادر على الرجاء وتدافع على الرجاء ما تكونش رئيس ديالها، فالتصويت تصير بحالك لا انت ولا اللي معاك، قول انا من هنايا ما عنديش مشكل، ولكن باش تهتم ديال الرجاء لا يمكن اصاحبي، راه ما نتقبلوش حنايا هذا الشيء، يا اما يهضروا ويكونوا تال، يا اما يحطوا دوك السوارت ويمشيو. لا في حالياتهم. البارح زعما البارح بهزانه، ودابا كون ما كانش ذاك الحاج الجزائر نعم، كون ما كانش هذاك السيد، هذاك السيد اللي تحيا ليه زعما صلاح مزيان، كون ما كانش هو اللي جا راه هو اللي جاب لنا 3 بوان على الاقل. شفنا واحد المستوى اللي كان زوين، شفنا قتاليه بلا ما باش ما نقول يعني ما نقصوش من القيمه ديال اللاعبين ولا ديال المدرب ولا غيره، باه كان تحسون في الاداء، ماشي زعما ما كاينش اللي غادي يحيينا، كان تحسون في الاداء البارح، كانت بصمه بدات كتبان، كيبان لك لو جو، كيبان لك اللعابه زعمو اللعابه، ولا كيطلع واحد الانيماسيون كونتر اتاك كدار واحد السرعه كبيره، نقص شي شويه ديشي، واخا ديشي راه باقي ولكن نقص على اللي فات، فتحيه للطوسي صراحه مزيان. يعني بالنسبه لي انا كاين لاعب، ولكن المكتب الا ما دارش
هاد الخطوة هادي فبالنسبة لي غادي يفتح لهم الأبواب ويقول لهم ها الرب ديروا كما بغيتوا. صحيح هادشي اللي كاين. يعني إلا راه هذا هو اللي كاين، راه هادشي راه غير البداية، راه مازال ماتشات غادي نشوفوا كوارث. بيان سير متعودين عليه وعارفينه وفاهمينه والجمهور عايق به. ودابا دابا دابا خويا بأي حق بأي حق دابا الرجاء الرجاء تقلسها ما تلعبش لاكوب يلا. دابا قلتي في الاول بانه حنا غناجلوا البطوله حيت غادي نلعبوا مباريات الكاس ما عندناش وقت ولا جندا عامره ما عندناش امتى غنلعبوها غنلعبوا كاس العرش ياك. خليتي تدوز داك البلاغ ديال تاجيلات البطوله ومن غير من بعد صبحتي قلتي اه حق لاكوب تا هو غناجلوه باي حق؟ علاش كتفرض عليا انا كفريق الرجاء البيضاوي انه يتاجل ليا؟ انا باغي نلعب، انا باغي نلعب، عندي اون دوزيام ايكيب باغي نلعب بها، والفرق اللي كيتنافسوا معايا عندهم اون دوزيام ايكيب. هو البروبليم يلعبوا بدوزيام ايكيب لاكوب مع من لاعب يلعب مع فرقي صغار فرقي مساكن في الدوزيام ديفيزيون في الهوات. واش واش اتفاق المدرب كلشي ما تلعبش مع الدوزيام ايكيب ديال الغريب؟ واش واش تلعبش مع الرجاء؟ مثلا هذه تلعب مع الرجاء ما تلعبش معاه بدوزيام ايكيب دوزيام ايكيب. شوف لعب ما بالحداوه وبسميتو ماشي مشكل ماشي مشكل. علاش بغيت تفضل عليا التاجيل؟ واش انا قلت لك انا زوقت فيك؟ قلت لك انايا راه حكا لاعب مسابقه خارجيه وبغيتي ختي عليا وبغيتي مصلحه؟ اسيدي سير الله يحفظك، انا عارفك ما حاملنيش وانا عارفك وحافظك انت كجامعه ولا كعصبه، عارفك كتسناني غير متى نطير من العصبه. واش انا عارفك غتحن عليا؟ انا عارفك عارف قلبك كيدير، قلبك كحل من جهه الراجل غير بلا ما تغمق عليا انا. خليني بغيت نلعب، برمج راسك اجل راسك، ولكن انا الرجاء البيضاوي خليني نلعب. بغيت نلعب اسيدي لاكوب وبغيت نلعب حتى البطوله، عطيني الدوره اللي من وراها نلعب. هو البروبليم من ورا 18 عندنا عندنا غير هذا الحد يفوت مورا لو 18 مستعدين نلعبوه، برمجوا لنا الماتشات هادشي كامل. خاص المكتب يخرج، خاص المكتب يخرج يدافع على الفرقه، خرجوا دافعوا على الفرقه صاحبي، غتبقاو مخبيين تما صاحبي. اش غينفعكم القجع شي حاجه؟ راه يجي حكم والله تينفذوا عليكم، يجي حكم من لافيفا والله لا عتقكم بالله. بقاو مخبيين ليه تما مخاحنين ليه الظهر. لا دابا راه بشويه بشويه كنعرفوا الحقيقه ديالهم وان شاء الله غادي تبان، غادي يبان الا عندهم شي نوايا سيئه راه غادي تبان. وي النوايا السيئه ديال الجامعه والتحكيم هذا راه حنا عارفينهم، ولكن النوايا السيئه ديال شي واحدين في المكتب مازال غادي نعرفوها ان شاء الله، حيت كاينين المنافقين وكنعرفوهم بالاسماء وغاديش نقولوا اسمهم. وي ولكن ملي غادي يجيب الله الوقت غادي نذكروهم وبسمياتهم. واخا خويا دابا كله على هذاك انيس والمكتب ديالو، كنقول لهم ترجلوا معنا شويه وتحياتي. تحياتي خويا، كنشكرك خويا ايوب، شكرا شكرا.